كانت لازم مصر تتصرف بسرعه في بدائل. استاذ علاء، طبعا هو عموما الاتفاق ده عباره عن اتفاق بين مصر والسعوديه، وده اتفاق تجاري من الطراز الاول لمده خمس سنوات قيمته 23 مليار دولار. يعني مصر بتدفع 23 مليار دولار لشركه ارامكو السعوديه عشان تاخد 700 الف طن شهريا من المنتجات البتروليه. مصر بتستخدم 6.5 مليون طن، يعني هي 700 الف من اجمالي 6.5 مليون طن. هي جزء طبعا لكنه ليس الكل، جزء نقول اقل من 15% من الاجمالي يعني. البدائل كانت متواجده، لكن النهارده في برضه مسؤول، احنا جالنا في وكاله انباء الشرق الاوسط مندوبنا هناك اتصل بمسؤول ارامكو هناك في الشركه، قال لك احنا ملتزمون بتعاقدات هيئه البترول مع مصر. وان هو التاخير سببه ان هو الدول المنتجه للبترول اوبك كانت اجتمعت في الجزائر وكان هناك اعاده للحصص لبعض الدول، توزيع الحصص اتاخرت فقط مش اكتر من كده. وفي نهايه المطاف ده اتفاق تجاري بين مصر وبين السعوديه ب 23 مليار دولار، يعني اتفاق في منتهى أهمية بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، وده لن يؤثر على الإمدادات. لكن في جميع الأحوال مصر بتكون معتمدة على طول جاهزة، وبيكون في البديل، ده اللي حصل النهارده في منتهى الأهمية. لكن عايز أقول إنه السعودية نفت ذلك النهارده على الأقل من وجهة نظر المسؤول اللي تحدث، وحتى في هيئة البترول نفسها. لا هو مش مصدر رسمي، هو لا هو مسؤول، هو نفذ شكل مسؤول، لكن اقصد يعني مسؤول ما تقلش على حيدر فلان الفلاني المسؤول عن كذا. ما تقلش، لكن عموما البديل جاهز، وده اهم حاجه يكون ده أهم عندك حاجة. بديل انك في لو حصل اي مشكله هناك البديل. فانا عايز اقول طبعا دي لها قطعا هناك بعض الخلفيات. السعوديه برضو في هذا التوقيت لديها عليها ضغوط كثيره جدا، عندها حرب النهارده، ايران بقت تلتف في منطقه الخليج العربي، عليها ضغوط من الحوثيين ومن ايران، من التواجد الايراني طبعا وحزب الله في المنطقه، اصبحوا النهارده بيهددوا الحدود السعوديه من ناحيه طبعا من ناحيه احنا ما عندناش ضغوط يا فندم. يعني لا ما طبعا لا طبعا يعني احنا ما عندناش ضغوط، ما عندناش احتياجات سوق، وما عندناش طبعا جاستة طبعا يعني. يمكن الاستاذ ابو العين عايز يتدخل في هذا الموضوع، انا سمعت في اجتماع صحيح جاستة. فطبعا هي السعوديه في هذه المرحله وتدرك جيدا ان هناك من يعمل طبعا في المرحله القادمه على زعزعه الاستقرار، تمهيد للمخطط المرسوم، وهو لا طبعا ان شاء الله ما يتحققش، وتقسيم السعوديه زي ما المخطط اللي منشور ان هو ان يكون خادم الحرمين الشريفين يحكم مكه والمدينه فقط، ويترك باقي اجزاء السعوديه للمناطق الغنيه بالبترول الى امارات شبيهه بقطر لكي يكون هناك امارات مواليه للغرب. يعني ده المخطط، ده المخطط طبعا. لذلك فطبعا السعوديه في المرحله دي احنا بنقف معاها، ومصر دايما بتقف مع السعوديه، وعلاقات استراتيجيه، خاصه ان بدات داعش، وده اللي تدركه السعوديه، تضرب في خليج هرمز وفي باب المندب. احنا شفنا البارجه الامريكيه اللي تم تهديدها، ودي طبعا بالنسبه لمصر يعني علاقه مشتركه او مصلحه مشتركه بين مصر السعوديه، فلا بد ان يكون هناك تعاون مصري سعودي في جميع الاحوال بعيدا عن البترول، لان ضرب الملاحه في خليج هرمز او ضرب الملاحه في باب المندب يعني ضرب الملاحه بالنسبه للسعوديه، يعني ضرب البترول في السعوديه والامدادات البتروليه العالميه، وفي نفس التوقيت ضرب قناه السويس. احنا بالنسبه لنا 80% من السفن اللي بتهرب من خليج هرمز تعدي على قناه السويس بعد ذلك. فاحنا عايزين نقول في نهايه المطاف مصر والسعوديه لديهما علاقات استراتيجيه مشتركه، فلا بد ان نحافظ على امن واستقرار السعوديه برغم ما يوجد من خلافات بالنسبه لسوريا على سبيل المثال. طبعا احنا شفنا القرار مصر طبعا. تمام، هرجع لحضرتك فيه، بس خلينا نروح لسياده السفير. وده ما كانش رد سياسي على تصويت مصر، عايزين نتكلم بصراحه شويه.